لو قال قائل ما رأيكم بالمسح على الشراب الشفاف؟ المعاصرون اختلفوا، منهم من منع ومنهم من أجاز. ممن أجاز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهذا هو القول الأقرب، أنه يمسح على الشراب ولو كانت شفافة ولو كانت ترى البشر من ورائها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند لما أمر سرية أمرها أن تمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخين، فكل ما يسخن القدم يصح المسح عليه، بما أن اسم الخف واسم الجورب باقي يصح. قال التساخين يعني ما يسخن القدم، ومعلوم أن من لبس الشراب الشفاف ليس كمن لم يلبس شرابا أصلا، فمن يلبس شرابا ولو كانت شفافة لا بد أن تأتيه سخونة إلى حد ما، وإن كانت ليست سخونة كسخونة الجورب الصفيق المتين لا، ولكن بما أن هناك سخونة تنبعث للإنسان إذا لبس هذا الشراب الخفيف فإنه لا بأس بذلك، ومن أراد احتياطا أن لا يمسح فله ذلك، لكن الأقرب أنه له أن يمسح على الشراب ولو كان شفافاً.